من نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ورأى الآيات الطوال والآيات القصيرة كيف ربنا سبحانه وتعالى لحكم كثيرة هذه الآيات أو هذه الصور طويلة وهذه الآيات وهذه الصور قصيرة. من الحكم أن ليس كل الناس يستطيع أن يحفظ سورة طويلة، ومن استطاع أن يحفظ ليس له خلق، يعني بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ شيئا طويلا. فربنا سبحانه وتعالى من الحكم هذه أن تكون هناك سور قصيرة يحفظها الإنسان ضعيف الحفظ، أو الإنسان الذي ليس له رغبات في الحفظ الكثير، أو الإنسان الذي عنده يعني في حياته أشغال كثيرة. بعض الناس يقول لك أنا أستطيع أن أحفظ لكن أشغالي وأعمالي لا أستطيع أن أحافظ على هذه الأمور أو السور الطويلة، يحفظ السور القصار ويعني يقرأ بها في صلاته. فأيضا الطول والقصر هذا من حكم الله سبحانه وتعالى، يبين حكمة الله سبحانه وتعالى في كتابه.